سياسيا، كشف رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس خلال ندوة صحفية حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة ومخرجات تقول الملتقى الوطني للحوار الذي جرت أحداثه في الأيام السابقة، أين صرح أن من بين النقاط التي دعا إليها الملتقى الوطني للحوار إجراء الانتخابات الرئاسية في أجال أقصاها قول 6 أشهر، مضيفا أنه يجب تحسن المناخ والظروف من أجل القدرة على التحاور. سيد أحمد هديبل، أما المحور الخامس تضمن اقتراح آجال أقصاها 6 أشهر لإجراء الانتخابات الرئاسية، هو مرخص عن الأرضية. أما فيما يمكن ملاحظته في هذا الإثناء هو أن شروط وظروف ومضامين ومقاصد الحوار الوطني تتضح وتتبلور، لكن الحوار الوطني في حاجة ماسة إلى ملاخ عام، في حاجة ماسة إلى مناخ عام، في حاجة ماسة إلى مناخ عام مطمئن ومشجع ومحفز. فلا يمكن للحوار الوطني في تصوري أن يأخذ مجراه الطبيعي في أجواء تعكر صفوها ممارسات وأساليب وتصرفات غير مرغوبة وغير مقبولة.